اشفي. شوف تروح تحترم نفسك تدور لك عمل، ياك ما تروح عندي الا وقد في معك وظيفه، فهمت ولا لا؟ يا شلي انا من ادي لك شغل قد اكتب صريح حاله البلاد. مالش دخل، دبر نفسك انت رجال. البلاد حاله الحاله. احنا تنملقين شد ملابسك روح دور لك عمل، وما تروح الا بعمل ولا بورقه طلاقي ولا تحيا. قد اكتب صاري اني كل يوم ادور شغل، ما بوش شغل. هم سوك لك هذه مجنونه، هذه الصياده، انت مجنون انت. فكر الصابح من صباح الصبح. يلا خلاص اقزع من دقه هذه الساعه هذه، انت يعني ايش تقوم تعمل لك مشكله؟ اقزع بعدين نقعد. انا ناقص انك مجنون بالبيت مجنون بالشارع. عاد ما تقول لي مجنون، يا مضربات شليه، يا مضربات شليه. نبهان. السلام عليكم يا نبهان، يا اهلا نبهان. اهلا وسهلا مقا معك. يا نبهان انا اشتري منك 2000 ريال. ليش؟ قل رحت امي بالحوبان، قلت له ارسل لي ب 5000 عشان تدعي لي يا نبهان. مكتوب تمام الله يعينك. ايوه دحين هم طلبوا حق عموله حق الحواله 7000، دحين انا معي 5000 اشتري منك 2000. العموله الحواله من حبان للمدينه ومن مدينه لحبان 7000. ايوه 7000. الصرافه جنونه ونمو امك ما عادش تستلم الربالات. صح والله امي مش تستلم. يعني مالك منهم؟ ملك مالي منهم يعني، وانا من احول امي وامي ما تدعي ليش، وانا مواطن مسكين وانا بعمل يبلا انا بعمل لا تطول ولش مثل شليه اهدا وربك شدي. مالك شليه يا نبهان. يا شليه هذا سعيد مسكين معه مشكله يا شليه. قولي امه ساكن بحوبان وهش تعويله من مدينه عزل حوبان، طلبوا 7000 عموله، منين يجيب 7000 عمولة؟ الله أكبر عليهم. صرافة جنينو دم جنينو. قلت لي أمك فين ساكنة؟ بالحوبان. أنا مو ساكنة بالحوبان. مدري تتشمس ساكنة. تشتغل طاش حوبان. أكيد بحوبان يعني ساكن مو. والحرب قاعد قسم مدينة ونصين. أنا عندي لك حل. أيوه مو الحل يا شنية؟ ادي ال 5000 لا عندي وأنا بديها لأختي تديها لأمك لأن أختي ساكنة. الله يفتح عليك يا شلية. آمين آمين. الله يدير رزقك يا شلية. آمين آمين. الله يدير رزقك يا شلية. آمين آمين آمين. الله خلاص مالك. يلا سجلي يلا سجلي يا شلية. كم هذه؟ 5000. 5000 يا شلية. زد 2000. نمو. كيف نمو؟ 1000 حق خدمة التوصيل و1000 عمولة. يعني قيز الصرافة يا شلية. لا الصرافة تشل 7000. خلاص ها يا شلية وهذه أمرنا إلى الله. يلا حول أمه الحمد لله. كم قلت لي رقم أمه؟ رقم أمي 7-1. لحظة أيوة يلا دي الرقم 7-1. 7-1. 2-2. 4-4. 4-4. 6-3-2. 6-3. طلع معي واتس. وين تبغى تدخلها؟ الصغار ما يفهموش الحاجات هذه. يلا انصرف. ما هو ده؟ موبو يا نبهان قم من ورا عيلك لنا ساعة نشتي نحول. قوم يا نبهان قم من هنا، قم عرقلت الزبائن، قم قامت قيامتك. زبائن مو شليه للصرافة. فتحت صرافة يا شليه؟ ايوه فتحت صرافة يا شليه. الحياة فرص. اللي بعده سوق سودا. سوق سودا تشتغل لي الناس. الله اكبر عليك. هذه حوليها لصنعاء. لصنعاء؟ هذه العملة جديد. طيب بصنعاء ما يقبلوش الا العملة القديم، وهذه العملة جديد. وانا من يدي عملة قديم؟ ازيد اصرف لك مني صح؟ حولي. يا الله حرايقك احنا وال مو في؟ يقول لك ما في شيء عملة قديم لصنعاء، من يدي الحين انا عملة قديم؟ نعم هو ما يقبلوش بصنعاء العملة. خلاص تشي تحول لعملة قديم. تشتي قديم قال ما تشتي الا قديم. تعال بعدين قيسون قيسون طابر انا عليك. وهذه البرت جاهز مجهز نبهل الحوالة.
مو معك مو بو. ايش قلنا؟ ما فيش تضارب بالمصالح ولا كيف؟ لا قلنا الحياه فرص ولا انا زيتي ولا انت تفتحي سوق سوداء بس لا هنا مالك انك كم تشتي؟ هذه 10 على طول، وهذه بدال عمله قديم يتفضل، هذه 9. ليش 9؟ عارف حق الحواله ولا انا فاتح جمعيه خيريه؟ حتى انت يا بهان يتفقع. يلا اللي بعده. هاي الدين عليك قديم. ايوه تحول لنا ليه؟ على طول على طول. يلا هذه بتنطلق على طول. اها الله. باقي 1000. باقي 1000 حواله هي جزع. خذ المنصابه. هاي رقم على نبهان. ها نبهان. يلا. قديم يا. زباله. قديم ولا جديد؟ زباله يا نبهان. قديم ولا جديد؟ قد لها اسبوع في البيت. اسمو اسمو لا قديم. شو قبل ما بصنعها على طول. ودي لعند شليه. لعند شليه. ايوه. هذه تنطلق على طول. تفضل يا شليه. زباله. مو ذا القرف، مو ذي الزبالة، مو ذي المجنونة طرحت زبالتها عندي. نبهان؟ آه. زبالتك مو تعمل عندي. هاي زبالة قديمة يعني بتطلع على طول. بس لي صنعة. شال زبالتك. احترم نفسك يا هبلة. الله 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 الله. شلية للصرافة؟ نبهان لتحويل العملات؟ من أنا؟ أنت زوج شلية. فين أنا؟ أنت جنب رميل القمامة. إيش أنا؟ هذا السؤال اللي حيّر العلماء. طيب ليش أنا؟ هذا السؤال اللي خرج آدم من الجنة. نبهان؟ ها؟ صديقي حبيبي. إيش في؟ بصراحة شركة الصرافة رفع أجور التحويلات. فقام زوجتك استغلت الموضوع وفتحت لي صرافة وأنا عملت لي تحويلات طلب الله جنبي. شلية معي محل صرافة؟ نعم. شلية الغالية؟ خير مو تشتي. فتحتي محل صرافة؟ أيوة فتحت محل صرافة، رجعت أشقي على نفسي. كيف بينه ربح؟ بي السعر الرز. صدق؟ والله. طيب ساعدك؟ لا لا تساعدني، اشتغل بطبخ غداء على طول. ايش تخزيني اعمل لك سلته؟ ايوه على طول. كيف الحلبه؟ حامض ولا عادي؟ يا اخي على ذوقك. على ذوقي. على ذوقه. اذا قرح غدا قو لانه ما عنده ذوق، لو معه ذوق متزوج واحده مجنونه مثلي. نبهان شالية. لا لي 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 لا لا لا. هات يا نبهان. ألا وصلنا لحالة أخس حالة. ألا وصلنا لحالة أخس حالة. يتقرصنوا حتى على الحوالة. ألا على الأقل كونوا اقسموها نصفين. على الأقل كونوا اقسموها نصفين. رسلت بسبعة وصلوا لألفين. هذه الصرافة جنلتني البال. هذه الصرافة جنلتني البال. اتحول لهم فلوس يسلموا هربال. لا عرفت ليه ما هي إلا لك يا دولار. عرفت ليه ما هي إلا لك يا دولار. أنت تفصع والريال ينهار. أنوار
يعني استنثار بتربه فوق من المواقع يعني هكذا من غير ما وسوس لك ولا اعلمك خلاص طالبك طالبك مو باص طالبي مو كذا انا بجلس على طلق عمل ضروري اللي وسوس لك ولا قدك هكذا تدخل ايش صار يا انوار بعد ما هذا حقت الهبله لا 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 الان في مواقع جديده بين كل شيء احسن هذا المقاطع الوسخه أوساخ بعدين موقع لك أنه هذه وسخة هذه ثقافة الآن بوريك موقع جديد بينه كل حاجة هذا الموقع لحظة من لحظة يا أخي بس أنا خايف خايف من مو خايف يا أخي الضمير لأن أنا وعدته ما أزدش أدخل مواقع مثل هذه الوسخة مالك من الضمير شوف الضمير هذا ايش خليك اهبل مالك من الضمير بعد ما هلوج اليوم شفت مدري انه لم الله انه جالس يلعب مالك منه ادخل الموقع بس موقع جديد بينه كل شيء لحظة يا اخي والله انا خايف يزعل مني الضمير لان انا قلت له المقاطع الوسخ هذه ابدا ما زدتش ادخله مالوش هذا موقع جديد بينه كل اللي يعجبك مالوش الضمير خلينا ندخل بس افتح لك الموقع يا سلام شوف فتح هذا شوف ظهره ظهره الان ايها ايها ماذا ده؟ ضميري يسترون الله يستركم نسترك نسترك مو الله أكبر عليك طلع خطير على الضمير على الضمير حقك شوف هنا داخل جالس داخل الموقع والله ما نسترك والله ما أسترك يا رجل أنا كنت أظن أنك الضمير الصاحي اللي داخلي وترشدنا الطريق الصح ترجع عند داخل الموقع والله أنا آسف هي مجرد كانت نزوة بس خلاك نزوة يا نزوة يا نزوة والله ما أسامحك يا رجل إبليس وقاه إبليس يوسوس لي وسوسة ما أنت قم تطبق تدخل داخل الموقع ايوه شوف أنا يعني موصل لهذا الموصل يا رب يا رب يا رب هدوء يا رب هدي الضمير والله أنك خذلتنا أنوار ها؟ أش قالت تشوف؟ مش أنت داخل الموقع مواقع عيش مالك مالك أنت والله أنك أنت الآن داخل الموقع هذا أنت وأدي على العين ما عليك يا نوار أنا أمزح معاك هذا تمثل لي بصورتك وعشان يشتي يشوه الضمير الصاحي اللي داخلي يشتي يشوه صورتك عندي بس الحمد لله إنك ما خذلتناش أنا أبدا ما بخذلك يا نوار أن تخذل نفسك لأنك تتابع هذا السفاسف الأمور الحاجة الهبلة أصلاً يا أنور وجد النت عشان المعرفة عشان الثقافة عشان العلم والاستفادة لكن للأسف الشباب حقنا يستخدموه استخدام خاطئ يا أنور تعرف إنه إثمك نفس الإثم اللي أنت الآن تشوفه له نفس إثمهم عليك إثم يا أنور خليك إنسان إيجابي واقتل الشيطان اللي داخلك اتعوذ من إبليس وغلق يلا صح والله أنا آسف أنا أوعدك وعد إننا ما أزدش أبداً أفتح هذه المواقع وإننا أستفيد من النت استفادة حقيقية وواقعية والآن بغلقه أنوار أنت بتغلق غلق أنوار أنوار شوف غلق استني أنوار غلق خلي عندك إرادة أنوار أنت بتغلق غلق أنوار ها أنوار غلق وهذا أحلى شيء لا أحلى جبال يلا مو من جلعة احنا بنعملها اصبر عقد اهو الشيش مليز مو ما كان فهد هملو قسما بالله يعني صح اللعب على ثلاثة لكن عادوا اقل شيء مشي معي شوية السلام عليكم السلام ورحمة الله هلا حيا ما هو هذا يا نسوان ما هو هذا بنادق بنادق ما لك ما بش عندنا مخلف
شارحين. اسكت ما يقدر الخبول. اسكت ولا بجرح راسك. يا اخي ما حصلش انه بالمجتمع اليمني مرات يلبس الآية وخرج اصل المدينه تتمشي. اخي حصلت هذا النسوان خلف يعني رجعنا ل 100 سنه ورا ولا كيف؟ طب تعصب خد على العيال على اساس انهم تاخذ دعم انتم اصلا قوى رجعيه نكسب احسن خلاص سبع واحد اثنين ثلاث اربعه تشوف شوف عشان اشوف عشان اعلمك انا مستغرب من اول قتلت الفضول صدق يا اخي كيف لك اليوم بكرت بدري ما قلت معك اليوم مظاهره ظاهر ما مش مواضيع يقدر الظاهر به ما مواضيع انا قلت لك مامو اما انا معي موضوع مميز ترى كل يوم تستنى ترى تقدر بسلامه ابو ضرب دلحين الجبهات بيضاربوا ترى والقذائف توصلنا بين المواطن المساكين اللي يرحموا لما هن ما تفعل على هذا الموضوع صدق موضوع يستاهل القذائف يتصلوا عند المدنيين مدنيين حارب ولا مش حارب؟ حارب ايوه حرب كيف حرب؟ حرب خلاص يعني ان الناس لازم اصلا يموتوا ولازم يتي قصف يكون في قصف مضاد، ايش منكم انا؟ بس انت كل يوم تعمل لنا مظاهره على كلام فاضي ولا خائف من بركتنا؟ يا اخي انا ما اخافش طيب ما تخافش عمل في الف موضوع عندك المراه هذا تسلح النساء مظاهر تسليح المراه هذا اهانه في حق المراه اليمنيه انه ركبوها ينطق هذا اهانه في حق المراه اليمنيه يا اخي دافعين عن انفسهم تشتي خلاص ما يدافعينش عن انفسهم احنا في وضع يعني استثنائي خبرة ما سمعتهمش آخر خبر حكومة الشرعية مالك شكل الحكومة ولا بر ولا ملك ها ولا ملك ها والله شوف شوف عليك هات 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 على هذا الموضوع الصحيح حكومة بدون نسوان حكومة من ولا لم يرتب لهم الأردن لم يجهز لهم الأمور لم يجهز من كيف حكومة شرعية بالشرعية هذه دائما مشاكلنا من شيء أين حقوق المرأة؟ شرعية 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 إذا هذا هو الموضوع الصح أم ظهر هي اللي ظهر أين حقوق المرأة؟ أين حقوق المرأة؟ أين حقوق هذا؟ إيش معنا هنا؟ خرجنا نطالب بحقوقنا. كسروا حقوقك إيش من حقوق مالكش حقوق أصلاً وأنت ما معي. من حقنا نخرج ونطالب بحقوقنا. هاي من حقنا نطالب وأنت؟ أيوة من حقنا نطالب بحقوقنا مثلنا مثلكم والمادة 31 من الدستور تقول أن النساء شقائق الرجال. المادة 31 هذه مادة حق مرور يا مادة 31 يلا من هنا يلا. يلا من هنا صدقتنا القصة هذا احنا مشتي نخرجنا يا اخي كيف هذا مش احنا معنا مظاهرة حقوق المرأة من حق هذه الظاهرة يا اخي احنا نعمل مظاهرة حقوق المرأة هنا ايش دخلين اوه كثير النساء حقوق لا يحرق لنا العصا يلا امشي يا بحر مدى من هنا طيب يا جماعة الخير واحنا وين نسير ونرجع لحنا نسير روح اعمل مشهد ثاني لا هو هذا المشهد حاولوا ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أخي الحين مش شغل قسم بالله من لعنة بالله إيش كنا نسوي هنا؟ كان معهم ظاهرة حقوق المرأة أيوة صح أين حقوق المرأة؟ أين حقوق المرأة؟ What happened? What is this? Big problem this, Abu Yaman. Oh,
خلنا مو قصدك هدير من حق البلاد يا اخي مو ذا الازعاج صقيتهم ام الحاره النسوان قر 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 مشاكل لحال الحاره كلها ارتكبها مالك يا ابوي منحكم سوقك ايش اسوي انا؟ ايش اسوي انا؟ هذه وهذا التنح اقاؤه فرضوا نفسهم عليا وهذه جابها ابو ماجد واعمل لي مقلب انت عاقل اعمل لي حل كيف على عاقل كيف اعملك انا بس يا ابوي كيف اعملك؟ شوف ما في حل الا انه نجمعهن ونخليهن جلسين جلسة حوار ما بيرضنش جلسين مع بعض يا عاقل يا اخي نحاول ما فيش حل اصلا ما فيش حل الا نحن نعمل لنا حوار خلاص على الله وعلى ايدك تمام انا ما عنديش مانع الحوار الحوار ما قال الامور تصبر بالحوار قال على الحوار يلا بسم الله الرحمن الرحيم انا عسيرو ممنوع معاك يا بهيمه مو معاك ما تشتيها ممنوع امسك هذا صابر حق الشماه قوه القوه يا ولد احضروا زينب ايش معانا يا ابو يمان مش اتفقنا تجلس بعيد ولك عند جيلها انا ما لو انا جالس لحالي هنا بس العاقل جاو في معه موضوع وشي يكلمك العاقل تفضلي يا عاقل ها خير يا عاقل ايش معانا اشتك تجلسي بتحاور انت ومسعده ونوال أني أجلس معاهم؟ مستحيل! أبداً! يا عاقل أنا قلت لك هذه ما منهاش فائدة ممكن بس تخليني دقيقتين أنا الأخت لا ما ينفعش أنا محرم أشون محرم إجزاء! ها يا عاقل ارجع كذاك هنا ارجع كذاك أبو يمان خلينا هدر زينب امشي تحاوري أنت ومسعدة ونوال زعي أبداً! ايش ابدا انت داري انك متسلطه داخل البيت هذه علشان يوقع لك شرعيه داخل البيت هذه لازم تحاوري انت وين فهمي مع اي عقد ما العقد هذا كلنا داري انك انه تحت تهديد السلاح وانه ما لوش اي قيمه امشي مثل ما اقول لك كوني صدقيني اسمع يا عاقل انا اشتي تقلق معي تقلق بزياده انا قدرت اقلق حاجه واشتي اطلع هم من البيت تشتي تخرجيه من البيت أيوه. خلاص امشي اسمعيني مثل ما قلت لك يلا تقول هكذا أنا اللي دخلتك للبيت هذا وأنا اللي بثبتك داخله مشي جلسي يلا بعدك أقنعتها يا عاقل خلاص مسعدة خير يا أبو يمن إيش قد في معانا اليوم والله يعني في موضوع بس العاقل شي يكلمك فيه تكلم يا عاقل خير يا عاقل إيش قد في معك اليوم من مصيبة أنا قلق كنت دائما قلق وانا الجديد بالموضوع هذه المره القلق زياده من كثر المشاكل اللي داخل بيتكم والازعاج وانتي ما قدرتيش تقبلي النسوان هذين المفروض تجلسي تحاوري معاهن تفاهمي معاهن تشتيني انا اجلس اتحاور مع هذه الجنيه نوال واتحاور مع هذه المتسلطه زينب والله ما اتحاور معاهن لو تنطبق السماء على الارض انت داري يا عاقل انهن متسلطات ودخلن بيتي وفرضن انفسهن بهذا البيت صحيح انا عارف انه دخلن وفرضن نفسهن بس يعني قصدي بالحوار شنخرجها من البيت وهذا احنا نشتي نخرجها من البيت بس ما ينفعش نطردهن كذا لازم تجلسي معاهن ولازم يحصل حوار والفقرية تكون بطريقة ما ينفعش هذا مسعدة لازم ترتب الأمور أبو يمان كيف تشوف؟ شوفي الحوار أمر مهم عشان يعني نعمل حل البيت هذه ونهجع ونسكه بدل ما مشاكل واصل روحي اجلسي معاهن أمري لله شو شوف آخر تبعك باقي نوال هي المشكلة نوال منو الاخ ابو يمان احنا بيننا اتفاق ما توصل غرفتي نمو البيت بيتي وهذه الغرفه جزء من بيتي وغصبا عني تمام غرفتي المستقله بيتي كل المستقله مش غرفتي ايش في عاقل كم هير العاقل الشي يتكلم معك بس او 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 مش عاقل نوال 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 اشتك تجلسي تحاوري انت ومسعده وزي ابدا انا ما اجلس مع هذه الكائنات لا تجلسي معها انت تحاوري معها انت تسمعين الكلام لو تنطبق السماء على الارض ما اجلس مع هذه الكائنات يا نوال ضروري تجلسي معهن ابو يمن انا ما اجلس مع هذه الكائنات ابدا بس تجلسي غصبا عني غصبا عني ايوه لا ما اجلس اتحاور معاهن لو تنطبق السماء على الارض لو اجلس معاهن ما فيها خير ما فيها خير لو جلست معاهن ما فيها خير هي سمعت ابصر لي ابو ماجد ايوه ابو ماجد ما دخل ابو ماجد وبعدها ابو ماجد هذا هو السبب كل المصائب داخل البيت هذه مو يدي لي ابو ماجد يعلم الله اينه حسب القوانين احنا نرى انه كيف تشوف ابو ماجد
حسب ما أرى إن أبو ماجد اقنعنا أن الجنية هذه تجلس مع البنات يتحاورين. طيب والموضوع اللي بيننا كيف؟ الموضوع هذاك شائك ومعقد يا أبو ماجد، وش وقته؟ لا يا أستاذ مشيني الموضوع مشيني. طيب تمام بنتفاهم، اقنعه. حسب ما أرى من القوانين والنظرية اللي أراها إنه خلص موافقة. أنا أنتظر هذه اللحظة التاريخية، تمام؟ أتسمع. لحظة تاريخية أصبحت الآن لحظة تاريخية. يلا. لازم يكون في كذا. أبو ماجد. أنت إيش جابك عندي بالبيت؟ من أنت تطلع لي أنت؟ كيف كل مرة تطلع لي من مكان؟ من أنت طلعت أنت؟ لا لا أنا أصلاً موجود هنا. موجود بيتي مو تعمل؟ أرنق أرنق بيت وكذا. ترنق؟ أيوة. عندك مانع؟ تفضل يا عاقل تفضل. تفضل يا عاقل. احسن الجلسة. شوفوا يا اخوة بنبدأ الان جلسة حوار بين الجميع. نبدأها. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، انا اعترض وبقوة ومستحيل اوافق على هذا الكلام. على ايش تعترضي؟ عاد احنا بدينا. اجلسي. ولو انتم رجال ابدأوا وانتم تشوفوا ايش عتفعل زينب. الله اكبر عليك، عادي احنا ما هدرناش. قري انت يا قعف هذا. تفضل عاقل تفضل عاقل. طيب نبدا الحوار. بسم الله. انا اعترض. على ابو عاد احنا ما بديناش، عاد اقول بسم الله. ابو ماجد. طيب تفضل يا عاقل. طيب نبدا الآن علشان يكون الحوار كويس وعلشان نبني بيئة مستقرة وهادئة وآمنة للبيت وللحارة، لأنكم أزعجتم الناس، نبدأ بالاستماع لكل واحدة منكم إيش طلباتها وإيش اللي تشتي. نبدأ من عند مسعدة. تفضلي مسعدة. مسعدة. بسم الله. طلبي الأول والأخير وما فيش غيره ومعروف، هذا الثنتين ينقلعن من البيت. الله أكبر. تحيا 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 مسعدة. هذه طلباتك يا مسعدة. ها بس. ممتاز. زينب تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأمر من الله الثلاثة ينقلعوا من البيت. ثلاثة ينقلعوا من البيت؟ أيوة. يعني قصدك الثنتين والعاقل. ليش والعاقل؟ هو قال لي يصلح بينكم. أنا أقصدك أنت يا أبو يمن. أنا؟ ستردني من بيتي؟ أيوة. بيتي ولا مش بيتي؟ لا مش بيتي. بيتي ولا مش بيتي؟ بيتي ولا مش بيتي؟ بيتي غصباً عني. يا هو احنا الان مرحله حوار، هاي نسمع عادي كلام. انا بقدم استغاثتي من البيت. انت بقدم استغاثتك. اصبر، هذا كلام يعني مو من حقها تقول اللي تشتي. اذا الحين مسعده قالت كلامها والاخت قالت كلامها، الان نسمع ابو ماجد. لحظه تكلم يا نور، دورك. طلباتي بعد يجعلكم للساحق والماحق والبلا المتلاحق. اول طلب، انا اشتي اجلس بغرفتي المستقله بدون أي مشاكل ولا خلافات مع أي أحد، وأكلي وشربي ومصروفي يوصلني لحد باب غرفتي المستقلة. بيتك وعندك غرفتك مش مستقلة، البيت كامل بيت واحدة وغصبان عنك. لحظة لحظة لحظة، تركين علي هذا شغلي. مالك يا غرفتي مستقلة وحركات؟ أنت وهي تنقلع على الآن من البيت، تفهمي ولا لا؟ لا تنقلعي. انا تنقلعي. ما بدي انقلعش، هذا البيت بيتي. انت انسانه وتصلبي طوب بلطجيه، الان تنقلعي من البيت وبيت بيتي. انقلعي انت من البيت. اجلسي اجلسي انت. اجلسي 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 اجلسي. بس بس لكن سيتنبه. انا راجل البيت هنا ولا ما انا راجل البيت؟ ما عاقل. انا قررت قرار وغصبا عنكم كامل بتلتزم فيه. مع الكلمه في البيت هذه هي كلمه مسعده. سلم فمك يا ابو يمن. ايوه صاحبة الكلمة هي صاحبة البيت الأولى مسعدة. سلم فمك يا ابو يمن. والريرة مسعدة والشورشور مسعدة، تمام؟ وقسما عظما إذا واحدة منك ما سمعش مسعدة لك السراسة. مسعدة هي كل حاجة، تمام؟ يلا من اليوم عليك الطباخة، عليك الصبان، عليك الأكل، عليك الشرب، عليك الإيجار، عليك كل شيء، تحملي حاجة، حراسة البيت، كل حاجة عليك أنت، تمام؟ الله أكبر عليك يا أبو يمن، الله أكبر عليك. هذا هو، تحمل أنت كل شيء. ممتاز ممتاز يا أبو يمن. الله يفتح عليك يا عاقل. قرارات قوية. الله يفتح عليك. قرارات قوية.
زينب بتواصلي؟ لا السلام يا عبد. ابو ماجد انتبه لنا. لا الله معك يا عبد. الله معك. تمام. يلا كل واحد على غرفته. وانا تمام جهز الطبخ. الله ينتقمك، الله ينتقمك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت سبب كل المصائب في هذا البيت يا ابو يمن. انقلع من قدامي. بغتم استغالتي من البيت هذه. مقلع. Baby.